الفل. صباح الفل. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ قلت اعمل لك مفاجاه واجيب لك هديه. هديه ايه وزفت ايه؟ اطلع بره يا بابي. خلاص خلاص بلاش سياح. سكت. حاجتك عندك اهي. انا نازل. مش من هنا. ماشي. سكت. بنايس نايس. رفرف واكسدام فابريكا شغل عالي برتغالي. لو مصممة تشكريني مستنيكي في الجنينة بعد 10 دقايق. سلام محمصاني. قولي لي ان عجبتك الحركة. ايوه عجبتني قوي انبسطت. بس هو في حاجة، أنا عربيتي فورد وأنت جايب لي رفرف وكسدام مرسيدس. أنا قلت أجيب لك بقى أغلى حاجة، مش خسارة فيك. أيوة بس هما كده مش هركبه. إن شاء الله هركبه قريبه. كنت جايب لي بقى عربية كاملة بقى. إيه؟ أنت قابلة يا بنتي ولا إيه؟ لا والله أنا مش إيه هي؟ إيه دي؟ أنا بحاول أبقى بتضيعي اللحظة الحلوة الرومانسية اللي موجودة بالضحكة بتاعتك. إيه هو أنا مش كيوت؟ لا كيوت طبعًا كل حاجة. طب بقول لك إيه؟ أنا عايزة أدخل أشوف المنحل، أعرف حمامة لما يمسك يبقى السيستم بتاعنا عمل إزاي بالظبط. بتريق؟ لا والله مش هو اللي قال لي اتعلمت من النحل مش عارف النظام ومرافق ملكة النحل وشغل عالي برتقالي. أهو نشوف. ماشي. بس جوه تسمع الكلام. إيه؟ أه. حبيبة حمصاني. بس ومن ساعتها بقى أيامي كلها شبه بعض زي ما أنت شايف كده. يعني أنت مقضيها نحل وهي مكوشة على كل حاجة؟ ويا ريته بتاعي. أمال بتاعنا؟ أمال بتاع مين؟ بتاعها برضه. اقول لك على حاجه في ده مكوش على كل الفلوس اللي جايه مني وانت بتحط ايديها فيه. ده انا اللي بعمل كل حاجه. انا اللي براعي النحل والعمال والانتاج وكله. هي غاويه بس تتعبني وخلاص. والله دي تعبانه انا شخصيا. نعم. طب ما تقولي لابوكي وهي شحلبه. يا فارس دي لحسه دماغه. ده بقى بيحاسبني على كل حاجه. اقول لك ايه، ده بقى لي شهور بتحايل عليه عشان يجيب لي عربيه وهو مش راضي. هي بقى بتقوله ايه، لا 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 تجيب لها عربيه دي هتكسرها. انما هي بقى لو عايزه حاجه هتقلع له طبعا، هتتشقلب كده. صحيح الدنيا مترو والشمال كترو. طب بقول لك ايه، ما تسيب بقى من ام المنحل ده يكش يولع كله في بعضه. حرام عليك، والنحل ذنبه ايه؟ وادينا اهو بناخد ثواب الحمد لله. انت طيبه قوي يا سالي. انا بصراحه اتاثرت جدا، ما كنتش اتخيل يعني ان انت كده. انت مجنون؟ مجنون؟ مجنون عشان اعجبت بيكي ولا مجنون عشان قلعت الخوذة؟ يا ابني ايه ده؟ نار في وشي. ايه ده؟ الحمد لله منها ما قرصتكش في عينك. ما قرصاني في عيني اهو. لا الحمد لله. ايه ده؟ يا ساري الخل فين يا ساري؟ كفايه الخل. حرام عليكم. ايوه كفايه الخل بقى، حرام عليكم. ما هو بصراحه احسن علاج لحالتك دي الخل والبول، ولو ان انا بفضل البول عشان بينشف بسرعه. اجيب لك بول؟ بول؟ لا هات الخل. انا بحب الخل قوي، بحب الخل قوي. ما هو ما حدش يعمل عملتك دي بصراحه ويخش جوه من غير الخوذه. خلاص انت هتبات هنا في الاوضه دي الليله دي، وما تحاولش حتى لو صحيت بدري انك تنزل. ممنوع تعرض نفسك للشمس خالص. لا انا اتعرض للشمس النهارده احسن ما اتعرض للقتل بكره. قتل ايه يا ابني اللي بتتكلم عنه ده؟ هي كلمه هتبات هنا. انا هتبات هنا. يلا بينا. قولي له حاجه يا سالي. يلا يا باشا. انا بمسيه بقى يا باشا. هو بقى اللي هتبات يبقى هتبات. يا لهوي يا جدعان يا لهوي. خلي كده. بقول لك ايه، لو عوزت اي حاجه رن لي وانا هجي لك. بجد؟ اه والله. طب كده كده تعالي بعد ما يخشوا يناموا. انت مجنون؟ انت مجنون؟ خلاص روحي انت وبعتي فريد. تصبح على خير واحترم نفسك. امشي 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 امشي. Thank you.
ربي اعمل ايه دلوقتي؟ يا خرب بيتك يا فريده، يا خرب بيتك يا فريده، يا نهار اسود، دي فيها خساره يجي 400,000 جنيه. لا حول ولا قوه الا بالله، الشويه دول ب 400,000 ويمكن اكتر، ده نوع نادر جدا، دي الملكه لوحدها مش هي الفلاني. اعمل ايه؟ انا بيتي اتخرب، اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ في حاجات كتير ممكن نعملها مع بعض. كله منك انت، انت السبب، لو كنت خدتي بالك منها ما كانش ده حصل. انا مالي انا يا فريده؟ انا نزلت لقيتهم كده، اعمل ايه يعني؟ بس خلاص، انا هعوضك يا فريده، خلاص. وانت يا سالي بخلي بالك، مش كده مار؟ ابقى ربي بنتك بقى يا محمود. وانت بتعمل ايه عندك؟ بدور على الملكه. انتوا مش بتقولوا بالشيء الفلاني؟ او مصلحه لو لقيناها. ودي لابسه تاج بقى ولا ايه ظروفها ان شاء الله؟ لابسه بايقوع حكيم، احنا هنهزر. ناقصك انت كمان، انا ورايا نادي انتخابيه، ما ينفعش اتاخر. روح يا سالي، روح صرحي فريده. انت ليه دايما بتيجي عليا انا؟